أدان مجلس جامعات الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العملية الإرهابية التي أسفرت عن مقتل سفير روسيا لدى تركيا، معربا عن خالص تعازيه لروسيا حكومة وشعبا ولعائلة السفير. في سياق متصل أغلقت السفارة الإيرانية في العاصمة التركية أنقرة أبوابها، كما أغلقت قنصلياتها في المدن التركية الرئيسية بعد ساعات على مقتل السفير. وأعلن